ودايما انا بقول كده، جماليات الاهلي صعبه جدا انت ترضاها، دايما عايزه الفوز بس، المكسب بس، احسن حاجه في الدنيا حتى في السوشيال ميديا يا هيثم. فقول لي الصعوبات اللي بتقابلك ازاي. انا بصراحه صعب يعني، هم صعب ارضائهم ودي حاجه حلوه. هو انا هقول لك على حاجه. اتفضل. هو انت لخصت اكبر مشاكل بتواجه السوشيال ميديا الخاصه بنادي الاهلي، وهي صعب ارضاء الجمهور. الجمهور دايما جمهور في حاله كده، حاله في حاله عشق ما بينه وبين النادي الاهلي بشكل غير حق ما شفتهاش قبل كده، واحنا من الجمهور يعني، أكيد. فاحنا حاسين بالحاله دي. فهو اكبر صعوبه بتقابلك اعتقد، او بتقابلنا احنا في جمهور في السوشيال ميديا وصناعه السوشيال ميديا، اعتقد ان هي بتقابلكم برضه، ان لا قدر الله لو تعرضت مثلا لهزيمه، ودي حاجه وارده ولكن هي حاجه نادره عندنا، فبصفتها نادره على النادي الاهلي احنا بيحصل لنا بنك. انت دي من اكبر الحاجات اللي انت لا قدر الله لو انت تعرضت لحاجه، وده كوره. بالظبط. فده بيبقى بالنسبه لنا احنا مش عارفين نعمل ايه. مش عارف اعتقد إيه، ان انا بتفرج عليكم برضو بيقابلكم نفس الموضوع. اكيد. يعني انت بعد المباراه طبعا انت فاهمني؟ فدي حاجه هي ممكن تكون زياده عندنا قوي، مش زياده شويه. كجمهور نادي اهلي هو مش قابل ده. يعني انا شخصيا متربي على مبادئ النادي الاهلي وعلى الحلوه والمره معاه، الحمد لله انا ما شفتش مر، انا على طول بشوف الحلو الحمد لله. فلما بيحصل حاجه زي كده بيبقى فيه انتفاضه. فده بقى بيبقى انت فاهم برضو الميديم بتاعنا او الوسيط بتاع السوشيال ميديا هو وسيط مختلف شويه، احنا مش راديو ومش تلفزيون، انت في حاجه تفاعليه جدا. انت يعني احنا بندرس البيهيفير او اسلوب وسلوك الفان او الموجود على السوشيال ميديا عندنا، فهو بيبقى احنا عارفين بنحط المقطع بتاع ميدو، احنا عارفين تقريبا حفظنا الردود الافعال هتبقى عامله ازاي وامتى وقد ايه هي لحظيه وقد ايه هي يعني قويه. تمام. فاهمني؟ تمام. فهي بتبقى دايما المناطق دي هي اصعب حاجه. تمام. بالاضافه طبعا لبعض الصعوبات اللي هي في المهنه، احنا عندنا برضو كنادي اهلي احنا كمنظومه ما بتريحش الحمد لله ما شاء الله يعني، فانت عندك 24 ساعه احداث فاهمني؟ مفيش راحه عندك الشغل، فدي صعوبه. طبعا انت عندك احداث متواجبه، عندك فوز في كل المجالات، عندك انشطه دايما متحركه وسريعه جدا، فانت بتبدا تحاول بتيم معين تواكب كل الاحداث دي وتظهرها للناس، خاصه ان السوشيال ميديا الرسميه عند الناس. يعني برضو دي من النقطه اللي كنت عايز اوضحها، ان السوشيال ميديا الاهلاويه بصفه ان انت عندك مجتمع المصري اغلبيته اهلاوي، فانت عندك السوشيال ميديا الجماهيريه، ودي حاجه قويه ولطيفه جدا وليها تاثير قوي جدا، ولكن الجمهور الاهلي واعي. يعني الصفحات عامه وحتى صفحات الويب سايتس والمواقع الاخباريه بتجتهد، احنا عندنا مفيش اجتهاد، احنا عندنا في سياق معين وفي فريم انت ما بتقدرش تحط غير الخبر السليم والصحيح، ولذلك ده بيبقى برضو الفان او الجمهور مستني يشوف السوشيال ميديا الرسميه هي دي، هو ده الخبر اللي بيعتمد عليه بالظبط، وبيتجاهل يعني على الرغم من انه جمهور وبيخش على كل الصفحات الجماهيريه دي، غير ان انت ممكن تشوف في التعليقات ان هو مستني الخبر ينزل على صفحه قناه الاهلي او على قناه الاهلي. دي حقيقه. قبل ما اروح